جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سافرت المرأة بالطائرة مع محرم لها ولكنه لم يتجاوز 10 سنوات، أو سافرت مع مجموعة من النساء ومعهن أطفال لا تتجاوز أعمارهم سن العاشرة، هل يجوز لهن ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والمحرم يشترط أن يكون بالغا عاقلا، فمن دون البلوغ لا يكون محرما للمرأة في السفر. وكذلك الجماعة من النساء لا يكون محرما للمرأة في السفر، محرمها هو الرجل الذي تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح، هذا هو محرمها، الرجل وهو البالغ الذي تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخيها وأبيها وابنها وابن ابنها من أخيها إلى آخره، أو بسبب مباح كالرضاع، الرضاع سبب مباح، أو المصاهرة كأم زوجته وبنت زوجته من غيره، فهذا سبب مباح بالمصاهرة. وعلى التأبيد يخرج بذلك المحرمة إلى أمد كأخت الزوجة وعمة الزوجة، فهي محرمة على الإنسان، تحرم على الإنسان عمة زوجته وأخت زوجته وخالتها، لكن لا يكون محرما لهؤلاء المحرمات عليه، لأن تحريمهن ليس مؤبدا، فلو طلق امرأته حلت له أختها وحلت له عمتها حلت له خالتها. نعم.